يوم أبدأ واحد التسجيل حول مباراة الولوج المدارس قوات المسلحة الملكية 2020. إذا اليوم غنشوفو سلك تلاميذ الضباط، ف غادي نشوفو يعني مباراة الولوج سلك تلاميذ الضباط الأكاديمية الملكية العسكرية، ثم المدرسة الملكية الجوية، والمدرسة الملكية البحرية، والمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. ثم أيضا غادي نشوفو على كيفية التسجيل في هذه المباريات، وبعض المعلومات حول رواتب هذا الضباط. إذا نبدأ بالأكاديمية الملكية العسكرية اللي كتواجد بمكناس. مهمة ديالها هي تكوين جامعي وآخر عسكري بشقيه لفائدة ضباط القوات البرية، القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة. إذا أيضا تكوين ضباط القوات البرية المنتمين للبلدان الشقيقة في إطار التعاون العسكري المشترك. كتدوم تكوين بالأكاديمية الملكية العسكرية 4 سنوات، كيتم خلالها الحصول على شهادة الإجازة بعد مضي 3 سنوات من التكوين بالشعبة التالية: علوم التقنيات، العلوم القانونية، اللغة الإنجليزية وأدبها. إذا في هذا الإطار، فبالنسبة للشعبة ديال العلوم والتقنيات هي تخص الشعب العلمية والتقنية، بينما العلوم القانونية واللغة الإنجليزية وأدبها إذا تخص جميع الشعب. فالدبلوم دراسات الجامعة العسكرية كيكون بعد إكمال 4 سنوات من الدراسة السنة الرابعة، وكتختتم التكوين بتعيين متخرجين جدد كضباط من درجة ملازم ثاني. المدرسة الملكية الجوية هي مدرسة تتواجد بمدينة مراكش. المهمة ديالها هي التكوين الأولي والمستمر لضباط قوات الملكية الجوية، وكذلك ضباط القوات الملكية المنتمون للبلدان الشقيقة في إطار تعاون عسكري مشترك. نظام التعليم في هذه المؤسسة كاين سلك تكوين مهندسين تعلق بالتعليم العلمي والتقني عالي، وتكوين عسكري وعلوم طيران، وتخصص الحاصلين على شهادة البكالوريا شعبة علوم رياضية الذين تم توجيههم نحو الأقسام التحضيرية تستمر 5 سنوات. سلك الإجازة تتعلق بالتعليم العالي وتكوين عسكري وطيران، وتخصص الحاصلين على شهادة البكالوريا علوم رياضية وتستمر 4 سنوات. ثم هناك المدرسة الملكية البحرية. إذن المدرسة الملكية البحرية تتواجد بمدينة الدار البيضاء. مهام ديالها هو تدريب أولي وتدريب مستمر للضباط البحرية الملكية، وكذلك ضباط المنتمون للبلدان الشقيقة في إطار تعاون عسكري مشترك. والمنهج الدراسي بهذه المدرسة، هناك سلك المهندسين وهو مخصص للطلاب الحاصلين على درجات البكالوريا في العلوم الرياضية والموجهون إلى الأقسام التحضيرية، ويركز التخصص على تكوين علمي وتقني عالي وتدريب عسكري وبحري على مدى 5 سنوات. ثم هناك سلك الإجازة وهو مخصص للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا تخصص علوم رياضية، ويتضمن هذا المسلك تكوينا أكاديميا عاليا وتدريبا عسكريا وبحريا موزعا على 4 سنوات. المدرسة الملكية للمصلحة الصحية العسكرية. إذا المدرسة الملكية للصحة العسكرية، إذا الدور ديالها هو إعداد ضباط قوات المسلحة الملكية، وتتواجد بالرباط حيث تولى مهمة تكوين جامعي وعسكري بشقيه والمستمر لفائدة ضباط الأطباء القوات المسلحة الملكية، ويستمر الضباط المنتمون للبلدان الشقيقة في إطار التعاون العسكري. ويهم التكوين بالمدرسة الملكية للصحة العسكرية أطباء لمدة 7 سنوات، تكوين أطباء لمدة 7 سنوات، جراحون في طب الأسنان 5 سنوات، ثم أطباء صيادلة لمدة 6 سنوات. ويختتم التكوين بتعيين متخرجين جدد كضباط من درجة ملازم أول. في التسجيل في المباريات، إذن كاين موقع recruitment.far.ma اللي كيسمح لك بتسجيل جميع المباريات التحاق المؤسسات ديال
الجيش الملكي. هنا خصنا ندخلو الموقع، ندخلو المعلومات الشخصية، ثم نقوموا بإرسالها في واحد المنطقة ديال التسجيل. بعد كنمشيو للبريد الإلكتروني على طريق كنلقاو واحد الرابط، غادي نقوموا بالتفعيل ديالو. ملي كنقوموا بالتفعيل ديالو ده كنرجعوا الموقع، وباستخدام كلمة المرور يعني اللي غادي تعطينا هو اسم المستخدم. كلمة المرور راه كنكونو عملناها في التسجيل، لهذا في عملية التسجيل خصنا نعقلو عليها. إذا هنايا ممكن أننا نبدأ العملية ديال التسجيل من جديد في جميع المباريات اللي بغينا. إذا كما قلت لكم ممكن أن نتقدم بأكثر من طلب، يعني ممكن تسجلوا في ليزوفيسي وفي ليزوفيسي أوسي. التاريخ، مع العلم أن التاريخ ديال المباريات راه في الغالب يعني كيكون مقارب، وبالتالي خصنا يكون عندنا واحد المشروع ديالنا وعارفين اش باغي نختارو باش نختارو، لأننا سوف نضطر إلى اختيار مباراة قبل التاريخ ديالها. إذا هنا كيف ما كتشوفوا التاريخ النهائي للتسجيل هو 15/7/2020، الموقع الآن هو متوقف يعني لأسباب ما، ربما إذا يوقع فيه بعض التغييرات الطفيفة. بعد انتهاء الموعد النهائي للتسجيل، إذا غادي نمشيو القسم ديال النتائج، وغادي نصادقوا على المباراة اللي بغينا باستعمال البريد الإلكتروني، وثم غادي نلقاو الدعوة اللي كتحدد فيها التفاصيل المتعلقة بالمكان ومسار المسابقة جميع المتغيرات. إذا ما لقيناش فبمعنى ذلك أن الطلب ديالنا تم الرفض ديالو. بعض الإشارات اللي ممكن نزيدوها هو أن ممكن الواحد يعني يقدم لشي مباراة عن طريق الخطأ، إذا ممكن أنه يلغي التسجيل ديالو في القن الخاص بإلغاء التسجيل. هنا كنزيد نأكد على أن المعلومات خصها تكون مقدمة، يعني تكون دقيقة، لأن أي خطأ عادي يؤدي إلى رفض تلقائي للطلب. فخصنا أننا نتبع جميع المراحل ديال الإدخالات في التطبيق، إذا من تسجيل، من تأكيد، من يعني إلغاء في حالة ما بغينا شي مسابقة، ف أيضا تأكيد البريد الإلكتروني. وإلا هذه المرحلة لما عملناهاش، المرحلة الأولى ديال تأكيد البريد الإلكتروني، ف يعني المسابقة ديالنا أو المباراة ديالنا أو التسجيل ديالنا سوف يتم تجاهل ديالو. هنا باش نبداو يعني نقدموا المباراة، ممكن أننا نشوفوا واحد الفيديو في اليوتيوب اللي كنت صيبته قبل، اللي كيشرح يعني الأشياء أو المعلومات اللي ممكن الواحد يدخلها في الحساب ديالو. الآن عندو ندوزو راتب ديال الضباط، إذا هذا فهو كيبقى تقريبي، يعني معلومات مأخوذة فقط من يعني انترنت، من أجل يعني وضع الشباب أمام واحد الصورة حول الرواتب ديال هاد الضباط. فلا خدينا راتب ديال ضابط الجيش الملكي، خريج ديال المعهد ديال الأكاديمية الملكية العسكرية، فراتب ديالو كيبدا 6000 درهم، 8000 درهم. بالنسبة للضباط ديال البحرية الملكية فالرواتب ديالهم كتبدا 6000 درهم، يعني مرور سنوات ديال الخدمة والتعويضات إلى آخره، فكيستريح 30000، يقدر يستريح 30000 درهم شهريا. بالنسبة للضباط ديال الطيران، إذا هما
كيبداو يعني كيبداو تقريبا ب17,000 درهم، وكيوصل حتى ل20,000 ولا 25,000 درهم بعد 5 سنوات من العمل أو من التجربة. بالنسبة للطبيب فهما كيبدا في التدريب ديالو، يعني في السنة الأولى في الطب اللي كيبدا الدراسة براتب 3,000 درهم شهريا، وهاد الراتب كيوصل إلى 8,000 أو 8,600 درهم عند التخرج، من يعني بعد ديك 7 سنوات عند التخرج. ويمكن بعد سنوات من العمل أنه يوصل 16,000 درهم إلى 18,000 درهم. إذا نتمنى هاد المعلومات تفيدكم في التشجيع ديالكم على المتابعة.